بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمور المهمة التي يراعيها المصلي بعد الفراغ من صلاته الانشغال بتسبيحات الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، والتي هي أفضل من 1000 ركعة. ولو أن الله عز وجل رأى في خزانة جواهره العرشية هدية أغلى وأعلى من تسبيحات الزهراء عليه السلام لقدمها عبر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لأمته وحبيبته فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وطبعا الأفضل أن يدير السبحة المتخذة من أرض كربلاء، لأنه ما أجمل أن يلهج الإنسان بتسبيحات فاطمة وهو يدير سبحة من تراب قبر ولدها الحسين الشهيد صلوات الله وسلامه عليه. من التعقيبات المهمة أيضا بين الطلوعين، حديثنا بين الطلوعين هذه الفترة الذهبية من اليوم، ومع الأسف الكثيرون يهملون هذه الفترة التي هي أبلغ في جلب الرزق من الضرب في الأرض. البعض قد يتراءى له أن المراد بذلك الرزق المادي، ولكن القضية أعم، حتى الأرزاق المعنوية تقسم بين الطلوعين. قراءة سورة التوحيد، ونحن نعلم أن 3 مرات من سورة التوحيد يعادل تمام القرآن الكريم، كأنما ختم القرآن. من قرأ هذه السورة المباركة التي فيها نسب الرب 11 مرة ذلك اليوم لم يتبعه ذنب وإن رغم أنف الشيطان. الآن كيف ذلك اليوم لا يبتلى بالذنب؟ طبعا هنا حصانة إلهية مضاعفة، رب العالمين جعل وقاية للمؤمن وجعل حماية له. ولكن إذا قرأ هذه السورة بهذا العدد رب العالمين يجعله في درعه الحصينة التي يجعل فيها من يريد. قراءة القرآيات من القرآن 100 مرة ثم يقول يا الله 7 مرات، ورد في الخبر لو دعا على صخرة لقلعها إن شاء الله. نحن عادة عندما نقرأ الكتاب الكريم آيات من الذكر الحكيم لا نستغل الفرصة بعدها للدعاء بين يدي الله عز وجل. وأخيرا دعاء العهد، الإنسان في 40 صباحا يعاهد ربه أن يكون من أنصار وليه حيا وميتا، فإذا مات قبل ظهور وليه من الممكن أن يرشح لأن يكون من الثلة القليلة التي تخرج لنصرة إمام زمانه. جعلنا الله تعالى وإياكم جميعا في درعه الحصينة التي يجعل فيها من يريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.